ورجعنا لكم تاني بسرعه وختاميها مسك، ومع الفنانه اللي عامله كل الشغل ده النهارده في الاستوديو، واللي طلع عينها جدا وتعبت جدا، ومش قادره اقول لكم كانت بره قلبها الدنيا، وكل الاستوديو وكل اللي في القناه عاملين يقولوا لها انت سيب لنا الحاجه وتمشي اصلا. يعني تسلم ايدك. معانا ياسمين الجندي، هي ويدنج بلانر وايفنت بلانرز، وبتعمل حاجات كتير جدا جدا جدا، وهي مش مهندسه ديكور، هي خريجه بزنس، صح؟ تمام. قولي لي يا ستي، ازاي خريجه بزنس بتعمل الشغل الرائع ده؟ انا كنتش حابه الشغل، يعني انت الشغل اتخرجتي من الروتيني. كليتك، المفروض ان انت تمشي بقى في الطريق المعتاد بتاعك. انت عملتي ايه عشان تبقي بالمستوى ده؟ يعني خدتي كورسات، خدت درستي؟ كورس، خدت كورس مع سليبريت، مهندسه مي، تمام. بس وبعدها بدات بقى اشتغل. الاول كنت بعمل حاجات بسيطه وكده، وبدات بقى اعمل، عملت فرحين تمام، لسه. وصلتي للمستوى ده. طب طيب. انا عايزه بس اقول لكم ان الورد شكله رائع جدا، وده مش ورد طبيعي، دي المفاجاه، صح؟ ده ورد صناعي. طيب ازاي مديني الشكل كانه طبيعي بالطريقه دي؟ وانا بختار الماتيريال تبقى اكتر حاجه اقرب للطبيعي، عشان تمام. تدي الايفكت ده ان هو تبقى كلها حاجه طبيعيه، مش حاجه تبقى باين ان هي صناعي، مش بلاستيك. هو اصلا الموضه الطبيعي ولا الصناعي؟ يعني انا دايما والدتي لما جيت انا في فرحي تقولي نعم هيجيبوا لك بوكيه ورد صناعي، انت بتهزري ولا ايه؟ لازم تمسكيه طبيعي. دلوقتي بقى ده موضه ولا ده مش موضه؟ هو موضة، وكمان عشان بيعيش اكتر الصناعي. الصناعي بيعيش اكتر، وزي ما قلنا انا بجيب حاجات يعني بتبقى شكلها طبيعي، فمش فارقه، مش على فارق الاقل كتير، محتفظه بيها. والطبيعي يعني ده تكلفته كمان بتبقى احسن. يعني الطبيعي اغلى طبعا. فعلا. انا طول عمري عارفه ان الصناعي يعني اغلى، بس لا، هو الطبيعي فعلا لطيف وكل حاجه، بس في الاخر البوكيه بتاعي اترمى، يعني انا ما اما هو عملتش خلاص بيه يعني اي يوم حاجه. وخلاص، هيقعد معاكي شوية صغيرين وبعد كده هيترمى. تمام. انا بس عايزه اقول لكم الهديه الحلوه الجميله دي، دي هديه ياسمين للبرنامج حكايه نجاح. تسلم ايدك، شكلها حلو جدا. انا ملاحظه انت بتحبي الخشب، انت مستخدمه الخشب تقريبا في معظم الحاجات وفي الصور كمان. بحب الخشب جدا، بيدي روح للحاجة، بيبقى بيقيمها كده، بيقيمها، بيديها يعني الايفكت بحب، ده. بيدي روح في الشغل مختلفة عن الحاجات التانية. وكمان بدخل برضو الميتال، بيبقى حلو قوي. رائع. ما هو انت شغلك بصراحه كله حلو جدا، يعني لما الكاميرا هتيجي برضو على الحاجات دي، دي حاجات جديده انا اول مره اشوفها، دي صواني شبكة، دي غير الطاره والحاجات دي، يعني يعني ده الحاجات الشكل جديدة. تحفه. دي بصي، بصوا يا جماعه عاملين ازاي، بصوا يعني بتاعه الورد دي، البوكس نفسه رائع جدا جدا جدا، هنا برضو نفس الحكايه، وبعدين الاضاءه منها فيها. طيب قولي لي، نستغلك بقى، ايه الموضه السنه دي في الافراح؟ كان زمان في بالونات، كانت طالعه كده موضه كده وهوجه لا اسمها خلاص. البالونات. هو طبعا في بالونات، بس دي في عيد الميلاد اسبوع كده. الافراح لا طبعا ورد. ده الموضه. في بقى الالوان، يعني السنه دي في كمان اللي هو الريش او البامبس، الريش طلع موضه، هو كان فتره موضه وبعد كده اختفى. لا السنه دي هيبقى موضه الالوان بقى، في اللي هي المنت، تمام. الاخضرات، ازرق. بجد مع العروسه لابسه ابيض عادي جدا، هنعمل الالوان دي هتبقى حلوه. الموضة دلوقتي الأخضر، الأزرق، تمام. طبعا البينك برضو موجود معانا. ده البينك ده اساسي يعني. تمام. طيب البوكيه بتاع العروسه مين اللي بيحدده؟ انا اللي بحدد شكل البوكيه ولو وشكل الورده ولونه، ولا انت اللي بتحدديه لي؟ هي حسب العروسة عايزة ايه. في عروسة بتبقى مثلا محددة هي عايزة تيوليب او كلا او كده، تمام. في بتقولي انا عايزة يعني حاجة كويسة، فبعمل لها شكل. في يعني برضو انت لون، كنت قلتي لي ان شكل الفستان هو اللي بيحدد شكل الورد يعني او ما شكل ينفعش البوكيه. فستان منفوش قوي، ومسك بوكير اللي هو الدايرة ده هيبقى صغير معلومة جدا، بالنسبة لي جديدة جدا مش جدا. هيبقى باين شكله، مش هيبقى حلو. لا لو فستان منفوش قوي، عايز حاجة تبقى يعني ظاهرة ممكن شوية، اللي هو الطويل ده اللي يعني حاجة تبقى ظاهرة شوية اكتر. الفستان لو سيمبل يبقى محتاج البوكيه، ممكن عادي اي حاجه بقى. تمام. طيب السنه دي برضو، او احنا عموما بنحب الاوبن اير، يعني اوكي، وفي الصيف والكلام ده، شكل الورد بيختلف من الصيف للشتاء، من الاوبن اير للقاعه المقفوله؟ لا عادي، هو الورد يعني
بنحاول نعمله على حسب المكان اللي انا حاطه فيه. يعني عباد الشمس مثلا مناسب لكل المواسم؟ عباد الشمس عايز يبقى في الصيف. يعني ما ينفعش ان انا ابدا احطه في شتاء، مش هيبقى لطيف، مش لطيف، مقبول، مش حلو، مش هيتقبل. في الصيف بيبقى شكله احلى، بيبقى هو اصلا كان الموضه السنه اللي فاتت ولسه الموضه برضو السنه دي هيبقى معانا. تمام، ده العبد الشمس. تمام. طيب، في السبوع وفي الاعياد الميلاد في موضه برضو اكيد، في حاجات اختفت وفي حاجات طلعت. في السبوع ايه الموضه اللي طلعت دلوقتي؟ هو بتختلف بالستاندات، يعني الستاند ده شكله الشكل ده الموضه السنه دي. هو بدا في اخر السيزون السنه اللي فاتت ولسه معانا دلوقتي. طبعا بيتعمل بقى عليه بانر، بيبقى عليه السيم اللي هو المطلوب. شخصيه كرتونيه بقى او ايا كان. يعني تقريبا الطفل هو اللي بيحدد لك الديكور بتاعه، انا بحب سبايدر مان فانت عيشي بقى واعملي سبايدر مان. فبنعمل كل حاجه سبايدر مان. في برضو بتبقى انت بتقدري تعملي لي الفرح من اوله لاخره او الحاجه من اوله لاخره؟ يعني انا اجي اديكي الفيلا كده، اقول لك الفيلا اهي، مع السلامه، باي باي، وتعملي لي كل حاجه بالبوفيه وكل حاجه، صح؟ تمام. بنعمل الفرح من A to Z. بنجيب بقى، يعني بناخد، ممكن العروسه بيبقى عندها المكان وممكن لا، فلو مفيش مكان انا بوفر المكان. بجيب بقى كل حاجه فيه، بس طبعا ببقى عايزه اعرف ذوق العروسه ايه، اعرف هي ازاي بتعرفي ذوق العروسه؟ يعني انا باجي اقول لك بصي انا بحب الموف، ببعت ولا لا لها هي ممكن تكون فعلا هي مش فاهمه هي عايزه ايه اصلا؟ الالوان دي حاجه، وذوقها في السين بتاع الشغل حاجه تانية. يعني تمام. مثلا ببعت لها صور وهي بتختار حاجات احنا معانا معينه. الصور دلوقتي على الشاشه، يعني هنحاول نشوفها دلوقتي، هي بتتعرض. تمام، كملي. هي بتختار مثلا شكل حاجه معينه. هي الصور ممكن تعلق لنا بقى ايه ده؟ ده ايه ده؟ كان انترنس في فرح فقاعه، حلو قوي 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 قوي، ده جديد كمان. الخشب دي كانت بره، يعني في نفس الفرح كان الانترنس برضه الخشب. بره. الخشب رائع رائع بمعنى الكلمه. يعني ده كان كاندي بور، الوانه تحفه قوي. ده بنوته ولا ولد؟ لا دي كان افتتاح حضانه. كمان تمام. ده حلو قوي برضو. بصي احنا عايزه اقول لكم ان هي في صور كتير قوي، احنا حاولنا نلم الموضوع وناخد اكتر الصور الحلوه، لان هي الصور رائعه. ده ايه؟ ده برضو في الانترنس، ده فرح بتاعك من اوله لاخره؟ ده كنت عاملاه من اوله لاخره. ده ذوق العروسه؟ هي كانت اختارت حاجات اللي هي بتحبها، وانا يعني زودت حاجات، الحاجات اللي هتمشي مع اللي هي اللي هي مختاره. ده برضو خشب شكله فظيع، ده رائع، ده كانه نار، يعني اللي احنا كاتبينه ده كانه نار، وهو مش نار طبعا، ده بي لايت سايد بس طريقته معموله كانه نار، يعني حلو وده جدا جدا. تيبل ده برضو نفس الحكايه. ده انترنس برضو تحفه تحفه تحفه. طيب قولي لي، احنا بقى دلوقتي العروسه كلمتك وقالت لك انا عايزه اعمل، انت هتعملي لها ايه؟ هتبعتي لها صور وهي تختارها ويلا بينا ونعمل؟ لا لازم اعرف الباكج بتاعتها. هي اللي بتحدد ولا انت؟ في حاجات انا بحدد، لو حاجات صغيره، يعني لو حاجه في بيت انا اللي بحدد، لو حاجه مش اقل من كذا، يعني مش اقل، يعني عشان مش اقدر اقل اشتغل. من كذا اقدر اشتغل. في حاجات لو فرح كامل بقى اوبن اير او اوله لاخره ايا كان، هي بتقولي انا حدود كذا، يعني بتقول الرينج بتاعي قد بتاعها كده كذا، وانا بحاول اقول لها ممكن نعمل ده نشيل ايه نحط ايه. هو الريش اغلى دلوقتي ولا الورد؟ يعني انا لو هعمل في الفرح اغلى. يعني انت بتستغني عن الورد تماما وتحطي ريش؟ لا بحط الاثنين مع بعض. الورد ده مش هنستغنى عنه، لا حطينا بلالين حطينا ريش، احنا الورد ده اساسي. تمام. انت دلوقتي بتعتي لي صور، كنت قلتي لي ببعت صور وانا ببدا ابعت لك اللي عاجبني، وبناء عليه انت بتفهمي ذوقي فتبداي تبعتي لي صور تانية اختار منها. لان انا ممكن اكون من محافظه تانية اصلا، فمش متاح ان انا اجي اقابلك. طيب انا دلوقتي هجيب لك المكان واقول لك بصي انا عايزه 700 كرسي هنا، اتصرفي. لا حسب المكان، يعني انا ما ينفعش اقبل مكان وانا عارفه ان هو مش هياخد الكراسي دي، مش يعني هياخد العدد. انت اللي بتحددي ده؟ يعني في مكان يقبل العدد ده وفي مكان لا، ما ينفعش احط 200 كرسي في مكان ياخد 50 كرسي. طب انت خسرانه ايه؟ بتحطيهم وخلاص. لا ما هو شغلي. الشغل مش هيبان. شغلي مش هيبان، والدنيا الناس هتبقى متضايقه، مفيش مكان نعديه، مفيش مكان الناس تاخد راحتها فيه.
فالناس هتبقى متضايقه، فهو في الاخر انا اللي عامله الشغل. بتاع مين؟ بصوا يا جماعه انا بقول لها جوري، هي جايه معايا، هي اسمها اسم الصفحه بتاعتها جوري، بس هي جايه معايا ان هي جوري مش ياسمين خالص، وانا هقول لها جوري لحد اخر الحلقه بس عشان نبقى متفقين. الشغل بتاعك بجد 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 رائع، يعني مفيش كلام حقيقي عارفه اقوله عليه. الخشب الماتيريال كمان ممكن اقدر احتفظ بيها العمر كله، هي مش متضايقاني في حاجه، مش بتتكسر. اللومات حتى اكتشفت ان هي بلاستيك، يعني يمكن انا ما كنتش عارفه الانفورميشن عشان انا مش مهندسه، او انا مهندسه بس مش بشتغل ويدنج بلانر، ودي حاجه مضايقاني جدا، يعني حاسه ان انا مقصره في حق نفسي ان انا مش عارفه المعلومات. طيب الفرح اللي على مركب او في البحر او في النيل بيختلف قوي عن الفرح اللي بره؟ يعني الماتيريال هتقولي لها لا ما تحطيش ده وحطي ده مثلا، ما ينفعش هنا ريش، هنا ينفع ريش، هنا ينفع ورد، هنا ما ينفعش؟ هو طبعا الورد لازم بنحطه، بتبقى نفس الماتيريال بس مش كل الحاجات برضو بناخدها حسب الحاجه اللي هتنفع تتحط. ممكن المكان برضو ما يبقاش كبير، ما ينفعش احط فيه حاجات كتير، لازم الحاجه تبقى مريحه للعين. تمام. يعني اي حاجه احطها تبقى مريحه للعين، متناسقه مع بعض، متناسقه، ما فيش حاجه تبقى تضايق الناس. هو انا لازم اعمل لون البوكيه نفس لون الديكور بتاع الورد؟ هو يفضل بس عادي ممكن لا، يعني انت ممكن توظفيها وانا عادي ما اكونش متضايقه. يعني في عروسه بتحب انا عايزه لون البوكيه بتاعي ازرق مثلا، وانت قلتي لي انت عملتي ديكور ازرق. عملت البوكيه بتاع العروسه كان لبني في اصفر، هي كانت حابه الالوان دي. تسلم ايدك. يعني اعتقد الحلقه دي مش محتاجه ان احنا كنا نتكلم فيها، احنا كنا نعرض الشغل وبس. انت حكايه نجاح جميله جدا، وانا متاكده ان انت في وقت اقصر من اللي فات هتبقي براند كبيره قوي قوي قوي. مبسوطين انك كنتي معانا، نورتي الحلقه وشغلك نورنا، وميرسي على الكادو الحلو جدا ده. للاسف الحلقه خلصت كالعاده بسرعه جدا، هتوحشوني جدا جدا الاسبوع اللي جاي. استنونا الحلقه اللي جايه بحكايات نجاح جديده. اشوفكم على خير، كانت معاكم كريستينا جمال وحكايه نجاح. Thank you.